اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجكم الشهير أكلة أمي. أكلة أمي النهاردة بتنادي وبتقول أنا صحية، والأكل الصحي مع المغازي له طعم تاني. النهاردة مع بعض الأكلات بتاعتنا بسيطة وسهلة من المطبخ المصري، من المطبخ العربي، هي في متناول الجميع، ولكن بنعيد هيكلتها وبنقدر ان احنا نحطها قدام عينينا كده ونعمل عملية فلترة للمواد الدهنية اللي بنستخدمها في كل طبق. زي مثلا النهاردة الفريك، ما يحب الشريك، ولكن مع صدور الفراخ هنعمل طاجن الفريك النهاردة لطيف وجميل، وياخد الفليفر والطعم من بين أصابع إيدك العشرة. معنا فريك أخضر لطيف وحلو، ومعنا صدور الفراخ في متناول الجميع. معايا شوربة النهاردة لطيفة جدا، شوربة الرز أو شوربة اللبنية بالرز والنعناع. الرز المصري عموما يعني هو متهم جدا او دايما متهم بان هو نشوياته بتتخن، فتعالوا نعرف ايه النشويات بتاعه الرز. غنيه غني بالكربوهيدرات، بالنشويات بتاعته، بيساعد طبعا على تكوين والجسمان للاطفال الصغيرين والرياضيين بالذات، مفيد جدا للجهاز الهضمي. انا شخصيا بحبه، ما بيعمليش اي مشاكل خالص في الهضم، وفي نفس الوقت كمان اللي عنده مشاكل مع الاسهال بياكل رز مصري بريء بيحط السمنه. فاحنا دايما بنعمل اللي بنسقع الرز، يعني نعمله بالسمنه البلدي، بنحط له قشطه، نعمل رز معمر بالسمنه والقشطه. لا، الرز المصري ما فيش منه مشاكل خالص. هنعمله شوربه النهارده مع الزبادي. الزبادي بتشتريه من اي سوبر ماركت قليل الدسم مع نعناع، ومش عارفين كلنا النعناع طبعا بيقفل النفس اصلا عن الاكل، ولكن له قيمه غذائيه عاليه جدا ان هو بيهدي المعده وبيهدي الجهاز العصبي. تعالوا مع بعض النهارده البروكلي. هنعمل النهارده البروكلي بصلصه اللوز. كلنا عارفين اللوز وعين الجمل الاثنين مع بعض في مركب واحد بيعلوا الحاله المزاجيه شويه. فانا هعمل صلصه النهارده، صلصه الجوز مع البروكلي، ونقدمه ازاي لحضراتكم بما ان البروكلي دايما محطوط في قائمه صانع البهجه والسعاده لكل مراه بتحب تعمل رجيم. الفراوله النهارده هعملها كرامبل. معانا مشكله كمان مع الفراوله، انا شخصيا مش بحب اكلها لان فيها شويه مزازه، فانا هعملها النهارده كرامبل. يعني لسه واكلها امبارح كده حاجه لطيفه كومبو، عامله زي التفاح او الكمثره لما بنعملها مسلوقه في محلول سكري، وخدت عصره ليمون، كلت طبق قد كده لوحدي، ما حسيتش ان انا كلت كيلو فراوله، انما لو هي قدامي عينيا كده بالكتير خالص هاكل نص واحده. فانا مش عايز اطول لحضراتكم لان النهارده حلقتي فيها معلومه غير معلومه، والاكل صحي والصحه تاج على رؤوس الاصحاء، والوقايه خير من العلاج. وانت بايدك تقدر تصنعي كل حاجه في مطبخك طالما بتحب المطبخ، لان دايما المطبخ هو صانع البهجه والسعاده لكل اسره البيت ولكل العائله. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف، ولكن تعالوا مع بعض. دايما انا برضو كمان متهم، يقول لك الشيف الحلقة بتاعته صافي كده يعني بشفية بتعمل 43 دقيقة، هو أنا لو دخلت المطبخ أعمل الأكل ده كله؟ لا طبعًا، عشان ما بقاش أنا جاني على ست البيت اللي بتقف في المطبخ. في شوية تحضيرات اللي هو المزمبلاس، يعني يقول لك تظبيط الشغل أهم من الشغل، دي لغة يعني إيه كده دارجة يعني. البروكلي جاهز معايا متقطع ومغسول زي الفل، لأن معايا مساعدين شطار، ومعايا الفراولة متقطعة وجاهزة، ومعانا كمان الرز المصري اللي أنا هعمله شوربة النهاردة. ده اتغسل، وبعد ما اتغسل حطيته في ميه بيغلي على النار ولازم يتسلق كاني بعمل رز بلبن. هنبص عليه كده علشان نعرف الحلقه ماشيه ازاي. مهم جدا التحضيرات ديت بتفرق معاكي في وقفتك في المطبخ. ادي الرز اهو جاهز، نار هاديه، معانا القوام ده كده اهو، مستني ان احنا نقفل الشوربه دي نحط لها الزبادي بتاعها. هياخد بيضه، هياخد شويه بهارات من الملح والفلفل، دي طبعا مش هتاخد نشا، شوربه لطيفه وحلوه اهي. هنزودها برضو شويه ميه عشان تبقى خفيفه شويه. الشوربه دي ميزتها زي ما قلت لحضراتكم مفيده جدا، صحيه 100%، مفيش مشكله معانا فيها خالص، لان الزبادي كمان هنشتريه قليل الدسامه. هستاذن حضراتكم بمقادير طاجن الفريك بالدجاج او بالفراخ، او طاجن الفراخ بالفريك على الشاشه مع حضراتكم، بسيط وسهل في متناول الجميع. المقادير كالاتي: معانا صدر فراخ أو صدور يعني حسب عدد أفراد الأسرة، معانا من الفريك 1 كوب، وبصل وتوم في المقادير بتاعتي، وفلفل أخضر، ومعانا طبعا شوية مستكة علشان الطعم والفليفر، والبهارات بتاعتنا بتاخد حبهان، دايما الفريك بيحب التوابل الحلوة وخاصة القرفة. المقادير بسيطة وسهلة تقدر تعمليه النهاردة لأولادك وأسرتك. صدور الفراخ على الشاشة، والفريك معانا كلنا عارفين شكله الطبيعي،
الصعيد بيتميز بيه والريف المصري اللي بوجه له تحيه كبيره من مزبيرو هنا. الفريك ده طبعا احنا المصريين عندنا طعمه زي الفل وشكله كمان لطيف وحلو. هنبدا نشتغل في الاكله دي مع بعض كده. حاطين لي ارض فلفل حار هنا يعني لازم اعمله سبايسي. ادي الفريك اهوت بنغسله مره اتنين تلاته وبنصفي الميه بتاعته ويبقى معانا بالشكل ده كده. نبص عليه فرسان التلفزيون المصري. الفريك باللون الاخضر بتاعه ده القمح قبل ما يستوي. معانا زي الفل. ومعانا صدر الفرخه اللطيف الحلو ده كده. هناخد الفراخ دي كده نقطعها مكعبات. حلو الكلام. اللهم صل على النبي. نعم سؤال من السوشيال ميديا، ينفع ان انا اعمل الطاجن ده بفراخ صحيحه؟ جيبي فرخه اللي هي الاوزان الصغيره بتعمل تقريبا 750 جرام او كيلو، بتقطعيها ل 12 قطعه وتستخدميها عادي بدل صدور الفراخ. لو انت ما عندكيش صدور فراخ، احنا كلنا الفلاحين والريف المصري والصعيد المصري الفراخ عندنا بنمسكها طبعا بعد ما بننضفها بنقطعها زي ما احنا عايزين وتستخدميها عادي بدل صدور الفراخ. وده سؤال وجيه، انا ما عنديش صدور فراخ عايز اعمل فراخ سليمه وما بعرفش اسحب الفراخ زيك يا شيف مغازي، اقدر اعملها بالفراخ السليمه؟ ممكن تقدري تعمليها بالفراخ السليمه تبقى حلوه وزي الفل. بس تجيبي الفراخ اللي هي وزنها صغير لا تتعدى الكيلو جرام يعني او اللي هو 1000 جرام لو بتشتريها من اي محلات بتاعه الفراخ. الفراخ تتقطع بالشكل ده كده. بس هي ميزه الفريك لما تعمليه بصدور الفراخ كبار السن بقى والاطفال الحلوين الاكله دي يعني عشان قيمتها الغذائيه عاليه جدا. كلنا عارفين القمح الحبوب الكامله فيها كل العناصر الغذائيه، غنيه بالحديد، غنيه بكل المعادن. القمح طبعا ده ثروه يعني من كل الفيتامينات اللي موجوده فيها، فيفضل تكون صحيحه كده عشان ناكله بالمعلقه مره واحده. ده فلفل حار كده كده الفريك احنا واخدين فكره عنه بيبقى شويه سبايسي زي الفل كده. معانا الطاسه على النار هنستخدم ايه الماده الدهنه. هنا الكلام بقى اللي انا بتكلم عنه دايما دايما لما بتعملي اكل صحي، انا معايا زبده، معايا سمنه، معايا زيت زيتون ومعانا زيت عادي. حلو الكلام. الماده الدهنيه اللي بتستخدميها في الاكل بتاعك لازم تعملي فلتره له. اختيارك الاول حاجه للماده الدهنيه، هنختار ايه هنا؟ شويه زيت زيتون صغيرين، انا بس عايز احبر البصله دي والفراخ اهو. حلو قوي، ما يتعداش تقريبا معلقتين على طاسه سخنه. حلو الكلام. ناخد الفراخ بتاعتنا مع البصله والثوم بالشكل ده كده. احنا هنجيب اللحمه تتغسل كويس، واللحمه دايما انا بقول تجيبها من عند الجزار حته سليمه بتقطعها انت وبتغسليها وهي سليمه. قطعت اللحمه بالسكينه هوبر كده وقسمتيها حسب عدد افراد الاسره ما تغسلهاش بقى، انت غسلها وهي سليمه، بتقطعيها كده وتبقى مركونه عندك. وتجيب حله على النار فيها الميه، بتحط فيها البصلايه الحلوه، تحط ورق اللورو، القرفه الخشب اللطيفه الحلوه، وبقدر الامكان بهاراتك للحمه تكون بهارات صحيحه زي القرفه الخشب، زي ورق اللورو، زي الدارسين اللي هي القرنفل، زي الحبهان، وتحطهم في قلب الميه كده خشنه زي ما هي، وتسقطي اللحمه عليها وتسيبها تغلي، وما تغطيهاش عشان البخار ما ينزلش. واول باول يا ست الكل شيل الريم اللي بيطلع على وش اللحمه، لان اللحمه لما هتغلي مع الريم ده هيخش جوه الانسجه بتاعت اللحمه ويسوي تالي، وربنا ان شاء الله يبيض وشنا ان شاء الله واللحمه بعد كده هتبقى بيضه. انا عايز اقول لحضراتكم اللحمه الدجاج بيستوي على النار بيتحمص طبعا عشان ننزل بالفريك بتاعنا، وقصه ان الفريك ما يحبش الشريك ده بس هو عايز فراخ او عايز لحمه وبينزلها المره دي. نطلع فاصل صغير وهو تروحوا بعيد عشان الاكل بتاعنا النهارده اكل صحي، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف، المصداقيه شعارنا على شاشه القناه الاولى. انا في الفاصل لقيت الفراخ استوت، نزلت الجوسي، نزلت بالفريك يا حبيبه على الفراخ. ازيك يا حبيبه طفله العسوله الاموره؟ ايوه يا اموره. الو حبيبه، راحت فين الاموره حبيبه؟ ترجع تاني الاموره. حاضر. الفراخ اهيت مع الفريك حلوه. نبدا ان احنا نضيف بقى الايه التركايه الاخيره. هو ده الكلام. معانا صوص طماطم، يلا زي الفل. ننزل بشويه خضره على صوص الطماطم. حلو. بهاراتك يا عم الشيف بقى هنا ايه؟ حلو قوي. اللهم صل على النبي.
شوية الملح التمام، شوية الفلفل التمام، حلو، شوية الفلفلة الحلوة، ومعانا للأمانة شوية كركم أو كاري، ينفع كاري مع الفريك؟ آه ينفع. ومعانا شوية كركم كده، أنا بحب الكركم عموما، بينقي الجهاز الهضمي، بيغسل الكبد، الجدار الخارجي للكبد، بينشط الكبد، مفيد جدا. كل ما تيجي سيرة الكركم لازم أقول فايدته ووظيفته للتذكرة، بس أنا عارف إن أنت أشطر مني. بعدين إن إحنا نوصل لمعلومة دلوقتي أسهل ما يكون، بين إيدينا التليفون بنكبس كبسة زر، فايدة الكركم يطلع لك قد كده، فايدة القرفة يطلع لك قد كده، وهكذا، عشان لما تعملي أكل صحي لأولادك. كده كل حاجة جاهزة، بناخد من هنا من المية شوية ونسيبها تكتك على النار شوية. اللهم صل على النبي. خلصت الأكلة بتاعتي أهي، تاكل صوابعك وراها، أكلة ما خدتش وقت كبير. بعد ما بتاخد غلوة، معايا طاجن فخار حلو جايبه من الراجل الطيب اللي على ناصية الشارع، هحطه في قلب الطاجن وادخلها الفرن، بس اسيبها تستوي على النار وتاخد غلوة. تعالوا نخش على اللي بعده. ايه اللي بعده يا عم الشيف ممكن ياخد معانا وقت؟ الكرامبل. كرامبل الفراولة، يا بتاع الفراولة، انا عاشق للفراولة بالطريقة اللي اكلتها امبارح. عملتها لي المدام والله، قالت لي مش تحب الفراولة، احب اسالها فاجئك النهارده. لقيتها جايبة كيلو فراولة زي ما هو، وحطيته في محلول سكري مع عصرة ليمون، ما اقولكمش، كلت صوابعي وراه بصراحة، يعني حاجة لطيفة وجميلة. فتعالوا نعملها مع بعض النهارده كرامبل، هنشوف نعملها ازاي. أول حاجة عندنا حلة زي دي كده أو كسرولة إزاز، المقادير على الشاشة. أه بنحط الدقيق، شوية دقيق أهو زي الفل، يعني تقريبا نص كوب من الدقيق أه في أرضية الكسرولة بالشكل ده كده يا عم الشيف، ونحط عليهم شوية قرفة ناعمين. أه دي قرفة ناعمة على الدقيق، شفت المعلومة؟ ده دي بقى بيزة الشعب المصري والناس الطيبة. اه والله العظيم بيبقى عنده المعلومة ويتصل، هو الراجل كلف نفسه واتصل عشان في سؤال اتسأل قبل كده، وحابب ان هو يفيد السادة المشاهدين. احنا عايزين اللغة دي، عايزين لغة التشاور، لغة الأداء، لغة النصيحة. اهو احنا عيلة واحدة كلنا من خلال شاشة التلفزيون المصري، معلومة صغيرة فادت الناس كلها. ليه الكيكه بتهبط؟ ممكن الكلام احنا قاعدين يا عم انا عارف يا عم، لا اسمع غيرك مش عارف، ربنا يزيد علمك يا رب. شايفين انا حطيت ايه؟ حطيت زبده، حطيت دقيق، حطيت قرفه ناعمه، حطيت بشره ليمون، دي مهمه جدا. كل ده مع ده يا عم الشيف، الزبده هتسيح، اللي فوق هينزل على اللي تحت، هياخد الفليفر بتاع الفراوله، كله هيختلط ببعضه. اول ما تتعرض لدرجه حراره الفرن 180، ايه رايكم دي بقى على فين؟ السؤال للمخرج المره دي، على فين الصينيه دي؟ على فكره صينيه العاشقين، بعيد الحب جاي، كل عام وانتم بخير. تقدري تعمليها لاولادك، جواها احمر، خليها له مفاجاه، حمار حبنا وحمار عشقنا جوه الكرامبل ده اهو في قلب الفرن. اللهم صل على النبي. ايه اللي هيحصل هنا كيميائيا؟ الفراولة بتنزل الصوص بتاعها والبهريز بتاعها مع زبدة، مع قرفة، مع بشرة ليمون، مع سكر، تقدر تضيف فانيليا حسب رغبة ولادك وحسب رغبة أسرتك. خلونا نطلع فاصل صغير لأن في شغل كتير في الحلقة، معايا الطاجن بتاعي أحطه في الفرن عشان نعرف التفاصيل. معانا البروكلي ده صديق السعادة وصانع البهجة، دايما البروكلي عند الراجل الفكهاني يقول لك ما حدش بياخده غير الستات، وإذا الراجل خده بيبقى أوردر من ست البيت، فأنا مسميه صانع البهجة والسعادة جوه المطبخ. هعمله النهارده مع صلصة الجوز اللي بتعلي المود وبتعلي المزاج. هو تروحوا بإيه تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. عجيب ده والفريك هنا، قال لك مين حمام مين يا عم؟ ده أنا كنت واخد فكرة غلط، أنا معايا صدور فراخ، شيف المغازي الشاطر حاطط فليفر جامد جدا، حبهان، حط كزبره خضراء، حط سنه شبت صغيره، الفريك هنا بقى طعمه حلو قوي. ما تنسيش القرفه، دايما القرفه ملازمه للفريك. معانا طاجن حلو فخار، الحاجات الحلوه دي تخليها في مطبخك دايما، بتعلي من الحاجه اللي بتعمليها، وفي نفس الوقت كمان بتساعدك في ان تعملي طواجن حلوه، حاجات جديده لاولادك وانت شغاله في المطبخ. هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد الطاجن ده ندخله الفرن زي الفل. هو اذا مستوي جامد مفيش مشكله، بس خلونا ايه يخش الفرن. اه فراخ
زي ما قلت في بداية الحلقة، تقدر تحطي فرخة سليمة مفيش مشكلة. نعم، لحمة مفرومة تنفع، مش هتقول لا. سجق بلدي ينفع، مش هيقول لا. عندك شوية كوارع كده مخليين، مش هتقول لا. بنفس الطريقة، بس أنا عامله النهاردة مع الفراخ. العكاوي، أنا عارف إنك بتحب العكاوي، ينفع. كل ده مع بعض يا عم الشيخ. تعالوا بقى معلش كده نعمل سيرج على الموضوع ده. ايه هو؟ استخدمت ايه الماده الدهنيه يا شيف هنا؟ فراخ بيضه صدور خاليه من الدهون. الزبده اللي استخدمتها، ما استخدمتش الزبده، استخدمت معلقه زيت زيتون. والفريك كده كده امن، مفيش مشكله معانا. اصبح ان الطبق ده صحي 100%. نقدر نقول مش 100%، على الاقل 80% 90%، ولكن طبق امن مفيش مشاكل بينه خالص. هناخد الطماطمايه الحلوه دي كده، نقطعها شرايح حلوه وندخله الفرن. وده الطبق الرئيسي بتاعنا، فيه كل حاجه يغنيك انك تعملي طبق رز. الطماطم دي تتجاب كده. نعمين يا فندم، امر. طيب تمام، تعالوا مع بعض نشوف ازاي هنعمل صلصه الجوز اللي هي عين الجمل للبروكلي بتاعنا اللطيف. ناخد المقادير على الشاشه والصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. بساطه، سهوله، مرونه. بروكلي عين جمل، ميه بتغلى على النار، فيها ذره من الملح، فيها عصره ليمون علشان البروكلي هسلقه فيها. عينيا زي الفل يا عم الشيف. شويه الملح، التمام، زي الفل. البروكلي هنا خلاص جاهز زي الفل، والشوربه بتاعتي خلاص. الاكلتين دول هيطلعوا مع بعض. نشوف مقادير شوربه الرز قبل ما البروكلي ده يستوي مع بعض. ايه رايكم حبايبي؟ شوربه الرز الجميله الحلوه دي خالصه اهي زي الفل. بنزودها شويه ميه. شوربه الرز على الشاشه عباره عن رز مصري، نص كوبايه بتملى الحله. حلو الكلام. معانا زبادي، معانا بيضه كامله في المقادير، وشويه ميه ساعين كده زي الفل. ويا ريت ننزل بالمقادير والنبي يا شفيق، ربنا يكرمك يا رب ويحسد ما بين ايدك حبيبي. مقادير كرنب للفراوله، عيد الحب اللي بيحب اللون الاحمر الحلو. عينيا، هسيبه كده ونشوف شغلنا. والمقادير على الشاشه، مقادير بسيطه وسهله. معانا فراوله، دقيق، بشره ليمون، قرفه ناعمه، زبده، سكر، زي الفل. هناخد الزبادي ده كده. تاني الاكله دي، الشوربه دي عملتها ازاي يا شيف حبايبي الساده المشاهدين؟ حطيت على الزبادي معلقتين من النشا وميه سلق الرز اهي. حلو الكلام. معلش انا كنت خدت ميه ساعه، ده غلط. تاخدي ميه النشا المسلوقه دي كده اهي زي ما هي كده. بناخد الزبادي نحط عليهم بيضه، نحط عليهم شويه نعناع يابس او نعناع اخضر، انا حطيت الاثنين اهو، وننزلهم على الرز. يا ويلي على الشوربه دي. ونقلب كده نار هاديه. شوربه قيمتها الغذائيه عاليه جدا. انسى ان الزبادي يبرغل منك، وجود النشا مع الزبادي بيساعد على قوامه وشكل انسيابي. اللي طالع ده كده نعناع يابس ونعناع اخضر. نعم يا استاذه. هي دايت دلوقتي، مش ممكن اعمل. هي دايت، الزبادي اشتريته دايت، الشوربه دي دايت، بتتكلم عن نفسها، ما فيهاش اي ماده دهنيه خالص. زبادي بنشتريه من السوبر ماركت، نسبه الدهون فيه طبعا قليله. الرز حطيناه على النار والرز بريء من الاتهامات بتاعتنا. وتعالوا نغرفها مع بعض سريعا عشان معانا شغل تاني. شوربه بريئه ما فيهاش اي دسامه، ما فيهاش اي مشاكل صحيه خالص. البروكلي جاهز. الله على الشوربه دي. تاخد بس غلوه على النار كده الزبادي، ياخد درجه حراره الرز. اطلع بقى لفوق. بص الشوربه دي رهيبه. هنا بقى الزبادي فيه حموضه كده وفيه طعم حلو قوي. بدل ما نشرب معلقه نشرب الثانيه والثالثه والرابعه. وجود النعناع هنا اخضر، ممكن تقطعيه، بس انا مش عايز اقطعه عشان لون اللبن او لون الزبادي ما يتغيرش. نزلت بالنعناع سليم زي ما هو، وحطيت نعناع يابس مفيش مشكله. مش عايزاها بقى رجيم، تقدري تحمري النعناع في معلقه سمنه بلدي كانك بتعملي طشه للملوخيه. بتجيبي نعناع اخضر او نعناع يابس ومعلقه زبده وسمنه، وتحمصي فيهم الايه؟ النعناع، وتنزلي بيهم على الرز والزبادي. حلو الكلام. بس طبعا انا ما عملتش كده لان دي صحيه.
الشوربه دي لما تعمليها لاولادك هتدعي لي للامانه. يا ويلي يا ويلي على الشوربه دي في الشتاء. الف هنا وشفا للي يشرب. بس كفايه نخلي شويه للحبايب والجيران. تعالوا نشوفوا اللي بعده. البروكلي جراتان مقاديره على الشاشه. بروكلي شفناه مع بعض، ده جاهز معانا. اتسلق البروكلي، عندنا صلصه الجوز بتاعتنا هنعملها مع بعض. ادي البروكلي اهوت، هنطلعه اهو. شايف الخضار ده؟ بص على الخضار كده وصلي على الحبيب قلبك يتيب. الخضار ده جاي منين يا مغازي؟ ميه بتغلي على النار فيها سلايز ليمون لقتل الجراثيم الصغيره مع شويه ملح، وحط بروكلي اسلقيه بقلب جامد، حط فاصوليا خضراء اسلقيها بقلب جامد هتطلع معاك لونها اخضر، حط سبانخ اسلقيها بقلب جامد هيطلع لونها اخضر، وهكذا. اهو لسلق الخضروات اللي هي لونها اخضر زي البروكلي او السبانخ اهو او الفاصوليا الخضراء، الحاجات دي كلها لازم تكون الميه فيها شويه ملح مع سلايز من الليمون. حلو اهو، دي جاهزه كده، هنخليها هنا تتقدم كده صانع البهجه والسعاده في المطبخ. تعالوا نعمل صلصه الجوز مع بعض. معانا عين جمل مطحونه زي الفل، وانا خلصت الحمد لله. معانا طاسه على النار، معلقه دقيق. ايه الماده الدهنيه هتستخدمها يا عم الشيف؟ للامانه هستخدم حاجتين بس عشان ما ابقاش انا ايه واضح وصريح معاكم في الحته دي بالذات. معلقه زيت صغيره ومعلقه زبده. الصلصه دي اي حلو قوي. وهنزل بالمضرب كده شويه دقيق، بعمل وايت صوص كده خفيف يعني. ايه الحمار والجمال ده؟ وانزل بالجوز او لوز، يا مزاجك اللوز. وحمص اللوز مع الدقيق. الصلصه دي رهيبه اهي. عين جمل مطحون ناعم، معلقه دقيق، معلقه زيت صغيره، ومعلقه زبده صغيره. طب لو مش بتعمله دايت حط زبده كتير بقلب جامد، مفيش مشكله. ننزل بشويه حليب، اللهم صل على النبي. يا ويلي يا ويلي. بس تقليبه سريعه كده تاخد القوام. ننزل بيها على طول على وش البروكلي. ممكن تحط شويه روزماري، حط روزماري. تحط ممكن كمان ريحان اخضر لطيف يبقى حلو. حبق لطيف حلو مفيش مشكله. هسيبه ياخد غلوه على النار على ما نطلع على الفرن. اللهم صل على النبي، توسع الدنيا كده. معايا طاجن فريك كده نحطه هنا. اللهم صل على النبي. نشيل ده كده. يلا وسع للفريك وصل. اهو ادي الفريك بتاعنا الحلو. لا ما اقولكش. هتسيب الفراخ وتاكل الفريك. وهتسيب الفريك وتاكل الفراخ. صلى على الحبيب قلبك يطيب. يلا خش على اللي بعده. يلا. يلا مقادير طاجن الفراخ بالفريك على الشاشه قدام حضراتكم، بسيطه وسهل. اهي انا بدلعها. اللهم صل على النبي. حلو الكلام. اخبار الايه؟ اللوز ومزاجك اللوز. يلا مستعد للوز. تاخد شوية شوربة من سليق البروكلي. دي شوربة من سليق البروكلي. طعم. خلي بالك اوعى تحط ملح، لانك حاطة ملح مع سليق البروكلي. اوعى الملح يخدك هنا. القوام ده ممكن تحط جبنة لو مش عايزاها دايت يعني. اي نوع جبنة، شيدر ماشي، موزاريلا ماشي، جبنة مطبوخة ماشي، اذا عايزاها بصلصة الجبنة واللوز. بس انا حابب اللوز بس علشان يبقى طعم اللوز هنا يتفوق الايه كل الاطعمه. يلا شويه ملح صغيرين كده، شويه فلفل صغيرين كده، سنه بابريكا صغيره كده. دي على فين يا شيف؟ على وش البروكلي. اللهم صل على النبي. نشيلها من النار. بعد ما نشيلها من النار بنحط عصره ليمون يا مي. يلا قول معايا الصورة الحلوة تتحدث عن نفسها، فرسان التلفزيون المصري.
الصلصه البرونزيه، صلصه الجوز، صلصه عين الجمل تتناغم مع البروكلي. حاضر عينيا. ايه الجمال ده، ايه الجمال ده، تاكل صوابعك ورا. اللهم صل على النبي. تعالوا نطلع في الفرن بسرعه. ايه الاخبار؟ ايه الكرامبل؟ اوبا يلا. كرامبل الفراوله، حاجه لطيفه جميله كده. مكانها هنا، مكانها هنا. حلقتنا النهارده بساطه، سهوله، مرونه. قدرنا نعمل اكل صحي بيرضي كل افراد الاسره، الصغير والكبير والكبير والصغير. عملنا صينيه بروكلي لطيفه حلوه مع صلصه عين الجمل، وشفنا التكنيك العالي لعمل الصلصه، وكمان سلق البروكلي. عملنا كمان شوربه لطيفه انا شخصيا بحبها للمزازه والحموضه اللي موجوده في الزبادي مع النشويات بتاعه الرز والكربوهيدرات، مفيده جدا للرياضيين. عملنا طاجن بقى هو ملك السفره، طاجن الفريك بالفراخ، مش هيتعمل مع الحمام بعد كده، هو بيعشق الفراخ، شايفينه على الشاشه هو سيد الشاشه. الكرامبل بتاعنا بتاع الفراوله، للامانه وللمصداقيه اللي حضراتكم متعودين عليها دايما على شاشه القناه الاولى التلفزيون المصري، ده كمان عايز 10 دقايق في الفرن عشان اللي بيتابعني دلوقتي. هنخلص الحلقه عشان ناكله، هيخش الفرن يقعد 10 دقايق حتى نحصل على الشكل البرونزي للشكل الخارجي للكرامبل. وده يتعمل في عيد الحب، لطيف وجميل وغير مكلف. رؤيه فن ابداع بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.